عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. فطور اليوم صحي المقلي، ان اليوم استدعي العائلة باش تجي تفطر بحذايا بمناسبة حصولي على الدرع الفضي. حضرت لك عيبة حوت، هذية حوت الجغالي، هذية حوت العرايس. احنا نقولوا لك عيبت الحوت قرقشتها وقصيتها، اما ما كملتش قصيتها الكل، محصوصة وهي لاصقة في بعضها. قلت حتى نوريها لكم وبعد نكمل نقصها. الحوت هذايا يجي مقلي، يجي كسكسي، يجي محمص مفورة، يجي في الكوشة، وتوا وقت ما كلته موجود بكثرة في سوق الحوت. الحوت هذايا القطاعات باش نقليهم، والراس باش نطيبه محمص مفورة شهوة أمي. وفي القناة أنا عندي كسكسي حوت الجغالي بالراس والذنبة، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، تنجموا تشوفوا طريقة تحضير الكسكسي. ومع عيبة الحوت حضرت الخضرة هذه اللي باش نقليها واللي باش نحضر بها شوية صلصة. عندنا بطاطا، جرينات فلفل، فلفل أخضر، فلفل أحمر، قرع أحمر، قرع أخضر، بتنجيل، طماطم. والصلصة حضرت لها شوية بصل، هذه بصل الشتوي، بصل الأخضر. وإذا كان معناش البصل الأخضر نجمو نحضروها بالبصل الأحمر هذا ولا البصل الأبيض متاع الصيف. وهذه اللفاح اللي حضرته باش نفوح بيه القطاعات متاع الحوت ونفوح بيه الصلصة. عندنا فلفل أكحل، فلفل أكحل مخلطة، فيها خليط متاع الفاح، فيها شوش الورد، وفيها قشو البرقدين والقبابة. عندنا كركم، ملح، تابل، كمون، فلفل مرحي، وهذا راس ثوم باش نقشرو ونقصو. الحوت مانيش باش نحطلو الثوم باش ما نقصش من النكهه والبنه نتاع الحوت، الثوم باش نحطو في الصلصه. توا باش نكمل نقص كعيبه الحوت ونقشرك البطاطا والقراع والطماطم ونقصهم، وبعد نرجع لكم نفوحو الحوت ونفوحو الخضره اللي باش نقليوها ونبداو نقليو الفطور نتاعنا. عيبة الحوت هاني كملت قصيتها، هذوما القطيعات اللي باش نقليهم، وهذايا الراس والقطيعة اللي بحضر الراس هذوما باش نطيبهم محمص مفورة. توا باش ناخذ القطيعات وباش نفوحهم نحضروا اللفاح، باش نحط شوية ملح، شوية كركم، فلفل أكحل، شوية تابل، تريف مش برشا ما نكثروش، الكمون كيف كيف شوية زيادة هكايا مش برشا، وباش نحط شوية فلفل مرحي، واللي يحب يحط هريسة راهو ينجم. أنا خيرت الفلفل المرحي يجي بنين زيادة كي نفوحو بيه الحوت. صب شوية ماء باش نحلك اللفاح، نخلط اللفاح هاني كملت خلطتو. توا باش ناخذ هاكا القطيعات متاع الحوت وباش نفوحهم، ناخذ هكايا بالقطيعة ونحط عليها اللفاح. كل قطعة نحطو عليها اللفاح وهكايا نخلطو بيدينا وبالقطعة بالقطعة حتى نكمل نفوحهم الكل. القطاعات نتاع الحوت هاني فوحتهم، مازالت لي كان الذنبة. الذنبة خاطري خشينا باش تطيبلنا يلزمنا نجرحوها هكايا باش يدخل فيها ساعة لفاح وزادا باش تطيب، ما كانش راهي تقعد لنا نية من داخل كي نقليوها ومشيرتين. نجرحوها كيما توا هكا جرحتها مشيرتين، نجرحوها وتوا نكمل نفوحها، نحط في وسطها اللفاح هكايا. القطيعات متاع الحوت هاني كملت فوحتهم، وظل شويه فيه نكمل نصبوا عليهم. وتوا باش نقشرك البطاطا ونقصها ونقصك الخضره. الخضره قشرتها وقسيتها، البطاطا كي نقصوها نقصوها كيما توا هكايا نقصوها سيور. القرع الاحمر كي نقصوه نقصوه خشين شويه كيما توا هكا تشوفوا. القرع الاخضر زيد كيف كيف نقصوه خشينه شويه. هذه البتنجيل، البتنجيل
قصيتها وخليتها بقشرتها، واللي حاب ينحي لها قشرتها راهو ينجم، وفركتها بالقارص باش ما تكحالش. الطماطم اللي باش نقليها قصيتها الكعبة على اثنين، وهذه الطماطم قصيتها جويدة كما هكا نقصوها. الطماطم هذه جويدة، هذه باش نطيبها في الصلصة مع البصل. هذه البصل، البصل الاخضر نقصوه رونديليت كما توا هكا، والوراق الخضر نقصوهم نتاع البصل. وهذوما قرينين فلفل، قرين احمر وقرين اخضر، نقصوه هكايا الفلفل باش نرميه في الصلصة في الاخر وقت اللي قريب تطيب. وتوا باش نفوح هكا الخضرة اللي قصيتها. البطاطا باش نحط لها شوية ملح، شوية كركم، وشوية فلفل أكحل، ونخلط. البطاطا تفوحت، توا باش نفوح القراع، القراع الأحمر باش نفوحو كان بالملح والتابل. نحط شوية ملح، شوية تابل، ونخلط. القرع الأحمر كما فوحته، توا باش نفوح القرع الأخضر. القرع الأخضر باش نفوحه كان بالملح وفلفل أكحل. الملح هذا فلفل أكحل، نخلط. القرع الأخضر تفوح، توا باش نفوح الباذنجان. الباذنجان نحيت لها القارص وشللتها بالماء. الباذنجان باش نفوحها بشويه ملح وشويه فلفل أكحل، ونخلط. الباذنجان تفوحت، وتوا باش نحضر الصلصة. ناخذ النحاسة، زيت مقدار نتاع 8 مغارف زيت، زيت زيتونة. نحط البصل، هذي البصل اللي قصيته، نحط الثوم، الثوم مقصوص، وتوا النحاسة باش نحطها على نار واطية. نذبل كل البصل مع الثوم في وسط الزيت، وتوا ما بقالي كان الفلفل والطماطم باش نفوحهم. الطماطم والفلفل باش نفوحهم بالملح وتابل. ناخذ هكا شوية ملح ونذل عليها كلها هكا بالملح الطماطم، وناخذ التابل. التابل هكا زادة كيف كيف نحطو هكا عليها، وتوا باش نفوح الفلفل. نحط شوية ملح، شوية تابل، ونخلط. وبعد ما خلطتهم توا باش نفوح كل الجرينات متاع الفلفل. ناخو هكايا بالقرين نشقو شوية، وناخذ ماك الخليط ونحطو في وسط الفلفل، وبالقرن بالقرن حتى نكمل نفوحهم الكل. الفلفل كملت فوحته، توا باش نركب الصلصة نحطها تطيب، ونحط المقلة ونبدا نقلي الفطور. البصل حطيت نذبل فيه على نار واطية، نصب الزيت في المقلة، وقت اللي يسخن الزيت نبدا نقلي. الزيت سخن نبدا نقلي البطاطا. البصل بدا، باش
باش نحطو الطماطم اللي قصيتها جويده، وتوا باش نفوقها الصلصه نحط شويه ملح شويه كركم شويه تيبل، وانا باش نفوحها بشويه فلفل مرحي، واللي يحب يحط هريسه راهو ينجم يحط هريسه. انا باش نطيبها بالفلفل المرحي وما نحركهاش، نغطيها ونخليها حتى تطيب الطماطم مع البصل، وما نصبوش ماء الطماطم تسيب ماءها اللي باش تطيب فيه. البطاطا تقليد هذه الرشة الأخرى، وبعد ما قلينا البطاطا توا باش نقليو القرع، باش نبدا بالقرع الاحمر. هاني باش نطلعو، وكي نطيبوه كيما توا هكايا هكايا يكون تطيبو. القرع كمل تقليته، وتوا باش نقلي القرع الاخضر. اللي يحب يلفو في الفارينه راهو ينجم يلفو في الفارينه، انا مانيش باش نلفو في الفارينه، باش نقليه هكايا. القرع تقلي هكايا تكون القليه نتاعو. القرع كمل تقليته، توا باش نقلي البتنجان. البتنجان لفيتها في الفارينه، لفوها في الفارينه ونقليوها. الصلصه طابت قعدت تغلي حتى نشح الماء نتاعها كله، الماء اللي سيبته الطماطم كله نشح وما حركتهاش بكل. توا باش نحركها، وبعد ما حركتها باش نرمي اكل فلفل، اللي الفلفل اللي قسيته، باش نحط شويه زيت مقدار نتاع مغرفتين زيت زيتونه، باش نحط شويه خل. البنه نتاعها الصلصه كان فك الخل اللي نحطه لها، نحطه نتاع 3 أربع مغارف. نحرك، وبعد ما حركتها نغطيها ونخليها تزيد تطيب 3 دقائق اخرين حتى يطيب الفلفل. ونذوقوا الملح نتاعها، كان ناقصه ملح نزيدوها شويه ملح. الباذنجان تقليت، الباذنجان تقليت، توا ما بقالي كان الفلفل والطماطم والحوت باش نقليهم، الزيت باش نبدلو باش نقليهم في زيت الزيتونه. والصلصه طابت وهني توا باش نطفي عليها، نصب الزيت. واحسن زيت للقليان هو زيت زيتونه، الزيت الوحيد اللي ما يتحرقش. انا المعلومه اخذيتها من عند اخصائيه في التغذيه. الزيت سخن، باش نبدا بالطماطم. الطماطم باش نقلبها، الطماطم طابت وهاني باش نطلعها. نقلي الفلفل، الفلفل تقليت، وتوا باش نقلي 3 ساعات نتاع الفول. إذا كان نحب نخليوه الزيت
نقلي فيه الحوت الزيت اللي قلينا فيه الفلفل والطماطم والا نبدلوه احنا واللي ساعدنا. الزيت كي يسخن الزيت نقلي الحوت. الزيت سخن القطيعات نتاع الحوت طابو وتوا باش نقلعهم وهكا يكون قليل الحوت كيف نقلوه. نتوا باش نكمل نقلي قيمة الحوت مازالتلي كاينة الذنبة بركة باش نكمل نقليها. الحوت هاني كمل تقليتو وفطور محضر اللي حضرتو. هذوما القطيعات نتاع الحوت اللي قليتهم، البطاطا، البتنجيل، القرع الأخضر، القرع الأحمر، الفلفل، الطماطم، وهذه الصلصة اللي حضرتها بالخل. احنا البنزرتيه كي نضيفوا بالحوت، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. بالسلامه وشهيه طيبه، وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصل لكم جديد الفيديوهات واحلى واشهر الاطباق التونسيه.